وضعي مزري وضعي مزري. والله ما لهم نية، أنا مخلصون رجاء أبوهم على أبو كلب. الزبدة هذا قريب عندي، يا مراح يا مرحب ومس. تعال تعال يلا امسحوا اللي خلبوه، امسحوا بيه الأرض، امسحوا اللي خلفوه الأرض. شمعة تطلع يا السلوقي يا معط، هلا رحم الله ابوك يا طوط. يقول لك خذ تحت، لا ما فيها، يقول لك بيخسرني، يقول ادخلها واسرقها ما عاد فيها شيء، او اني اخليها واخليها تحت النفط، او اني بس اخدم اسرى بس يعني كذا ولا كذا كذا ولا كذا كذا ولا كذا. هنا وش يقول لك؟ ذا فيكيشن ويل بيكوم يور بيبر بوبت ستيت، يعني بتصير تحت سيطرتي بالعربي. في الزبدة انا ليش ما اخليهم تحت سيطرتي؟ يعني ما هو شرط اني احتل العالم، صعب اني احتل العالم يا يعني. ليش ما كل دولة احتلها اخليها تحت سلطتي؟ وفيها زيادة يونيت بزيد قواتي 2، بس ما ادري ايش وضعي، اخاف اسوي غلطي نفس اللي في اثيوبيا، حطيت تحت سيطرتي وطلعوا لهم جيوش وخرابيط وما ادري وش وخرابيط وبطاطيخ وما ادري وش. الزبدة الزبدة الزبدة، حطهم على خيار ذا ويلا. خلاص ان كذا تقدر تقول ان حررناهم من روما، داخل حرب مع روما. حلو، داخلين حرب مع روما، يا سلام مصالح من جد. الحين مبسوطين اشوف، حطوا عن تجارة اكسبت، اي كذا الفلة كذا تزيد تجارة عندي، ممتاز اكسلنت. شوف عندهم تجارة، خط تجارة مع المشكلة ما عندهم شيء. مدينتهم تقريبا في القدس، بقى ايجبت بقى ايجبت بقى ايجبت. طيب انا عندي جيش هنا صح، خصوصا في المدينة المسورة، وعندي جيشين هنا. الجيش هذا وش يسوي؟ هذولا مبسوطين فلين ام يا شيخ. الجيش هذا المدينة هذه حلوة، حرك الجيش هذا وخذها من روما يا رجال، وفي قبس ونفس الشيء، حرك الجيش هذا وخذها منه. محتاج جيش انا هنا، محتاج جيش. انا اطور هذه، لازم نهدمها يعني، ما ادري ايش. 1700 يقول لك بينقص فود 10، بطلع لك تايب زياده اكسلنت اللي هي هذه. طبعا انا محتاج لجيش هنا يا جماعه الخير، خصوصا للشمال، ابي اعزز وضعي هنا. هذا نفس ضاله، بس هذا لا متطورين، لا كذا يكفي. هذه فيها تجارة، حلو. الجيوش هذه بدأت تموت، شوف الجيش هذا وين يوصل، أقصى حد له يوصل هنا. ما يقدر يوصل هنا، أقصى حد هنا له هنا، هذا أقصى حد له هنا. بناخذ ذي. الله إذا أخذ ذي ما هي شانة بعد. الجيش اللي هنا في المدينة مسورة، لا الجيش هذا صح، الجيش هذا ما ننفع حاجته، خليه يروح الأم ضالة. جيشنا اللي هنا ما أدري شو وضعهم. يا اخي ما هم راضين، كاني هديت ام الاسوار عندهم. اي هديت ام الاسوار عندهم. ما نطول الحين، انا ابغى ايجبت يا جماعه الخير، ابغى ايجبت. حرك ام الجيش هذا هنا،
كذا كذا كذا. حرك ام الجيش هذا هنا، ابغى نحرر هذه بعدين ارجع انا. هنا بيموتون الرجال، احتمال كبير انه طلع لها الرجال، احتمال كبير انه طلع له جيش. انا على بال ما يكمل الجيش هذا في تورن وتور كذا بقدر احاصله من هنا ومن هنا. الزبدة انا طفشت، ابي اختم والله، والله ابي اختم. احس انه خلاص سوينا اللي اعلنوا بزيادة، بس باقي مصر، باقي مصر وش اسمه ضالع وليبيا. هي ليبيا، هي باقي مصر وليبيا بس. في حاجة حلوة إذا سويتها نفس اللي قبل شوية، إذا قدرت تسمح لهم أخليهم تحت سلطتي وسوون معي تجارة، لأن فيها دخل مرة عالي. سوون معي تجارة اللي هي إيجبت، بس احتمال كبير يسوونه لأن حررهم من صالح الشيء هذا، من صالح نفس إثيوبيا. إثيوبيا ما أدري عنهم، ليتني خليتهم بس. بس ذيك المرة كنت محتاج جيوش. روما بدأوا يتقدمون على أنا، شكلهم بدأوا يتقدمون. لازم كل جيشين نخليها مع بعض، خصوصا في ليبيا ومصر بخلي فيها جيش ثابت في المدينة اللي قبل شوي، وجيش في ليبيا، جيشين في ليبيا. ما أدري، بنشوف بنشوف الأكتب والله نشوف. حلو، ها جيش طلع لي جيش جديد، ما ادري وش وضع على الجيش، بس انها طلعوا له ضاله وصدوه. شيء طيب، لو بدا كانه يحرك يديه كانه يطلع له جيوش. بمسح اللي خلفوه بالارض الحين. طيب انا اوريك يا سلوكي. الزبده الدخل عندي سبعة. لا والله طاح الدخل، طاح. سيريا، سيريا بدو جيش عبيد يمكن. ايجيبتوس كورنت بوبليك اوردر. ليبيا طاح الوضع عندهم. افريكا وجرمان تيك، جرمان تيس وستيمسمان وست رومان امباير. حينهم بينهم امس هاريبلز. المهم العبيد اميديا، العبيد تاعو في الارض الفساد. جيش العبيد اللي طلع لي في سوريا يبغى لهم مسح. يا اخي انا ما ادري، انا خاف ان كل مثلا مدينة تكون تحتي انها تنقص من الدخل. يعني مثلا لو انا محتل يجيني دخل اعلى، يعني افضل من اني اسلمها لهم ويكونون تحت سلطتي. هذه ما بعد فهمتها الحين، اذا هي كذا فاكتبوا لها لي تحت في التعليقات عشان الحلقات الجايه اركز. ما عاد اجيب ام العيد واخليها. طبعا جبت جيش ابو كلب. خلصوا ضالة. حلو، استسلموا. ادعس امهم دعس. سقمي حالي يا علي من منقشت لي ديل. يلا خيرا ادخل امه اسرقها.
طبعا 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 يا طابع. خلاص ما عاد يمديني اسوي كذا، اسوي كذا. نشوف الجيش اللي هنا، 10 كتايب، انا 20 كتيبة. ادعس اللي خلفوه. اح Besieging settlement. عشر كتايب فضلة. المشكلة أقوى مني عيال الكلب، عندهم المنجنيق هذا بدأ بيلعن خامس هنا. وش بسوي وش بسوي وش بسوي؟ قولولي. هذا ما يمديه هنا يا ولد. تكفى تعال، تكفى تعال. القريب منك بعيد. هذا يمديني يجيبه مينا يعني، ما ادري يمديني. يبغى لها تورن. طيب انا وش واضع مع ظاله؟ طبعا هم اقوى مني بيفوزون، عندهم الوائن يا ولد. عندهم اسهم، عندهم المنجنيق هو اللي بيلعب فيني، عندهم خيال على فرسان ورمات اسهم. انا عندي مشاور ورمات اسهم، بس ما عندي خيال، مشاور ما حرمات اسهم. عندهم الخيالة 28 خيالة على رمات اسهم على 56. السيوف عندهم واجد، رمات الاسهم عندهم تقريبا 50 56. رمات الاسهم عندي واجد. واو واو. فلو دخلت انا احتمال افوز. انا لازم اتصرف الان، لازم اتصرف، ادخل الحرب ضده. يلا سجل فداء، ادخل ام الحرب معه. ادخل ام الحرب. طلع 10 كتايب عنده وانا يمديني اتصرف باذن الله، باذن الله يمديني اتصرف. خصوصا رمات الاسهم عندي واجد، بحاول الفلف عليهم يمين يسار، الف عليهم اجيب رؤوسهم. قدم المشاه والرماح ورمات الاسهم، لف بهم خلفهم. اذا بس قضينا على كتيبتين او 3 كتايب منهم بسرعه خلاص فوز باذن الله. جيش مصر قوي، جيش مصر دائما جيوش مصر قويه، خصوصا هذه اعتقد اشكالهم ما هي مصريه، اشكالهم جراسون ارمي كذا، كانهم مستوطنين كذا او حاميه، بس انها تابعه ل تابعه الروما، ما هم يعني تابعين ال... عندهم مرتزقه عرب، عندهم مرتزقه. المنجنيق هذا مرة قوي، هذا رامي الأسهم الكبير ذا بيلعب في جنود عندي، لازم إني أدخل عليهم دخلة بنت كلب وبسرعة خلص. ويا رب ما يكون مقطع الفيديو طول أكثر من ساعة، لأن الحلقة مرة أكشن مرة روعة، فإذا طولت أكثر من ساعة ونص تكون كارثة لي، ما أقدر أسوي أي شيء، بيكون الأبلود عندي مرة يلا سنة يا رجل. يا رب يا رب يا كريم، حتى المشاهدين بيطفشون يعني، اغلبهم يحبون ساعة بس. يلا حلوة. يلا 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 خش يا اخي، خذت ضيعت الان 10 دقائق. الله يرحم والديك، جالس تحمل وش كله 10 كتائب على الاخ، ما ادري كم، ما ادري. الطقس 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 الطقس، ما ادري ما زين. اوه ارحبوا يا قباين. طيب اخي لا تقول لهم في قلعة، قلعة ابو كلب يعني. حلو، عندهم ابراج ما ادري وينهم، دخل رمى عليهم، دخل الاسهم عليهم، حقين السيوف حقين الرماح. دخل حقين السيوف عليهم، حقين الرماح عليهم،
لكن البوابات الثانية ما أدري عنهم. لنرى ما بوسعنا النفع. هم أنا أقوى منهم لكن قوتهم عشانهم كمبرين. هذه هي. وش بسوي؟ وش بسوي؟ وش بسوي وش بسوي؟ قولوا لي. حطهم اختراق. اختراق اذا هذه كشتاي مدرع بحطهم اختراق. كشتاي مدرع. اعطيهم لهب. شت هذا الرمات. رمات اسهم. كشتاي مدرع. خياله هنا. الفرسان هنا حقينا. حلو هذا القائد حقهم شكله. انا ما ايش طربوش هذي وانا غاسل ايدي. وجع هنا النسوان حقينهم يعني. هذا السبايا الحرب. فانا اذا بت الجيش هذا اكون ضربت ضربتي القاطعة. بحاول اقرب ويا رب يا كريم. حط الرماح. حط الرماح قدام. طبعا بما انهم يعني صغيرين حطهم كذا كذا. حلو كذا. شوف كل ما صار عندي مثلا كل ما صار عندي وقت. ايه رمات الاسهم يا اخي. رمات الاسهم المفروض يكونون بعد الرماية على طول. اني ما ادري يا اخي. اول كتايب هذه تكون قدام خصوصا هذا. طبعا عندي خيالة. يلعن شكل البطارية. والله ماني ناقص بطارية تفضل الحين يعني. ما هو وقت بالعرض. هذا الأقوياء يا شباب. البطارية بتفضي عندي أنا. بصمت عادي وبلعب البت صراحة. البطارية بتفضي ولازم أصمت عشان ما يصير إزعاج.
gentlemen. Missile infantry ready. Tribunos. Warriors! Satoj! Armenian Spears! Helos! Iolomite Warriors! Fire! Nobles! Follow quickly now! Men have given up and are running for their lives.
warriors of Persia! Bowmen! Fill the skies! Bleed them! Charge! Forward! Armenian spears! Bowmen! Arthas! The battle is turning in our favor! Good work, men! Keep it up! Give them fire! On your command! Armenian spears! Ayahura Mazda! Bow spears are yours! Nobles! Armenian spears! Akamal, order! Bowmen! Attack! Warriors of Persia! Armenian spears! The enemy tower is no more than wreckage now! Orders! Out the double! Cut up the poor armor! Lord Persia! Break them! Archidabal time! Bowmen! Armenian spears! Lord Persia! Bowmen! For Persia! Ayahura Mazda! We understand! Attack! Warriors of Persia! Spearmen ready for orders! Advance at speed! Melee cavalry at your command! Ayahura Mazda! Nobles! Attack warriors of Persia! Swift riders! At the double! Double time! Nobles! As you wish! The enemy are ambushing us! As you command! We understand! Broken and running for their lives!
victory. This is your day. طيب باك الزبدة خلصناهم 15 دقيقة والله يوه مرة كثير الله يستر بس مقطع الفيديو الله يستر يلا يلا فدأ سجل فدأ سجل فدأ هذه الصراحة من أمتع الحلقات اللي أحس إني بعرضها في القناة إن شاء الله أنها تعجبكم وتنبسطون عليها عطونا رأيكم لكم أنت بشوف جوكم إذا عجبتكم ولا إذا يتبع معناته إن الحلقة قادحة يا ولد وبستمر على النظام ذا نظام قادحين ما عليكم من ملاحظات في الباتل اللي ممكن تقولون هذا نوب ما يعرف يلعب عليكم من يا اخي بسيط اهم شيء انه بزنو بس هذه الزبدة فكلمة اني نوب عادي ما في اي مشكلة يعني نتعلم يا اخي ابن ادم خلق جاهل وتعلم احنا نتعلم من روما صحيح ماني بلعب روما كثير يعني اتيلا او روما انا اصلا فرع من شجرة روما اللي هي تيلا مع الوقت تتطور مهاراتنا وتحسن مشي التجارة بس جيش عادي جيش ضد جيش يمين يسار كذا ومازين الله اكبر ما هي محتاجة لخبطة ولا بلبلة ولا وجع راس في الكومنتات تحت يطلع واحد في الكومنت انت ما تسوي وانت ما تابع وانت ما تعرف تلعب وانت نوم ولا يحط لي قناة هذا وهذا وتعلم منه وما ادري يا اخي ماني محتاج انا اتعلم من نفسي يا اخي الزبده خسرت 500 400 ما انا خسر 600 والله كانت مواجهه قويه فايش بسوي لو احطها تحت مثلا 8% نشوف يلا وان شاء الله نسوون ان شاء الله انهم يسوون معنا تجاره بإذن الله إن شاء الله انهم يصيرون نفس ذيك اوه معصبين علينا يا ولد اشوف اقول طز فيكم على كيف اهلك يا ولد يا ولد احمد ربك اني سامح لك تجيني انت طيب اول شيء خلني شوف شو وضعهم الزبده انهم رفضوا يعني لو هذا مضارع Be welcome. Let us talk and then enjoy good Roman wine when we have agreement. Military S هم تحت سلطتي يا اخي بس انهم حاقدين علي يعني اي وقت كنس الأمة لهذه مع هذا معهم عادي ما راح أكلم فريقي عشانهم So be it. Put your wives and we take this settlement for you. أعلن أم الحرب وقتلهم خلصهم لابوهم على ابو زق بعد بعد طرار ويتشرط توني هاينك في المعركة قبل شوي جلدتك جلد وفي الاخير سويت لي شوشرة وعيا خذ امه يا شيخ الزبدة ضال خلصها وهذا لا اخذنا اللي بيها حلو هذي تبعنا نشوف الخريطة كذا اخذنا بلاد الشام يبينا المنطقة دي بعدنا اخذنا نشوف ايش نسوي وشكلي بختم شكلي بختم مع باقي قرية في ليبيا الجيش هنا مرة رايح خلاص طمها 16 كتيبة رايحين فيها
الجيش هذا بيكون على الجيوش هذه بحطها كلها انا خلاص كذا وضعناه في السليم. 6000 الدخل عندي فك. ليه 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 هذا لا ارمينيا ارمينيا نشوف نسوي معهم تجاره. تريد اجريمنت بعطيهم بعد فلوس طيب 1300 يا رب. ليه رفضت ليش رفضت؟ يقول لك 500 او عندهم خشب تجاره خشب بينه وبين بيجينا منهم دخل يعني مش ولا بد. اعطيهم 2300 لا بعطيهم 2000 اعطيهم 2000 وبشوف ويا رب رفضوا طز فيهم نشوف ايش بعد. يا ارمينيا ظل وضعهم سليم معهم وضع نفس سليم مع ظلنا. باك ظلنا بليز اكسبت اس موست هامبل اودينس. اهم شيء المحافظات اللي عندي يعني ما بيني وبينهم شيء وضعي والتجارة عندي سليمة. هذه فيها جولد يجيبش اللي قبل شوي عشان كذا اعتقد رفض الخرابيط ذي. روما هنا هذه لازم اخذها لازم اخذها ضروري لاخر محافظات الروما هنا تدري. حرك ام الجيش يا شيخ حرك ام الجيش اللي هنا. الترن الثاني بدنا خلط شوف المحافظات اللي هنا عندي جيش هنا المفروض جيش قوي يعني المفروض اني ما اخليه هنا. قلعة متحصنة اوه هذا وش هذا ريبل ارمي مدينا نمسح اهله. مدينا نمسح اهله امسح يا شيخ يلا امسح اهلا الرومان لا يلفون يدورون عندي هنا. فلوس عندي مرة قوية والله المفروض اني اخذ ذي يا ولد. جيش هنا عندي قوي الجيش عندي يمدي اخذ ذي يلا. هذا اطلق جيش عندي يا شباب. Laying siege to the settlement. اما نازل على السفينة يا السلوقي. None will escape. Ready for orders. الغبي ذا نازل على السفينة. استعبط على راسي والله العظيم. جدي استعبط على راسي نازل يمكن انا تنزع السفينة ليه؟ يعني تبي تدخل من الميناء. طيب هذا اللي بيعقدونا احتمال يعقدونا 3 تورنات تو لارج ارف حاصر اهلم. هذا اطلق جيش عندي هذا نخبة النخبة ذا الجيش هذا ليش ما اخليه عندهم هنا جيبه عندهم يلا ما في اي مشكلة. في مدينة هنا تحتي اللي هذه بيجيني منها دخل وبيجيني دخل مرة يعني بيجيني منها دخل مرة يعني ما يمديني على ده. هذه بيجيني منها دخل لا بيجيني فوت 7% فوت 5000 غالية مرة. هذه بيجيني من تلف الخمسة شت شت ترند والله ما يمشي انا وانا اخوك بس انا شو نهدمها وبس خلت ولا الزبد. هذه بينا نطور 1900 بيجينا منها فلوس بيجيني فود
بابلك اوردر صراحة ماني محتاج بابلك اوردر ماني في وقت له. يمديني اطلع قوات من هذه حلو. هذه يمديني فيها فود تكس يزود تكس سود 10 الفود ناق فل عندي. عشان كذا ماني فايد هذا 3000 اطلع وحدات جديدة حلو. هذه 1900 اطلع فود 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 فود. هذا يمدينا الدمام النظام. الزبد الجيوش هنا كلها اخذنا تقريبا شمال افريقيا. هذا خلاص صار معنا هذا دفعنا ضرائب باقي ليبيا ناخذها ونختم ام الحلقة ان شاء الله التورن هذا اللي يلا 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 خلاص 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 ابي ختم انا والله ذبحنا الجوع وتقطعت حلقي ابي اسوي تور يا رحم اهلكم ابي انهي الحلقة والله ما عاد وراي شيء طز في التختيم يا رجال بعدين نجي يلعن ام المحنة ماني ناقص اخسر جيش يا الله والله ماني ناقص اخسر جيش لحظة هذا كم عددهم اما شوي وكل ذا القوة ولد استعبط على راسي انت يا ولد عشانهم يسوفوا ان العبها دفاعية جد يا اخي وش اللي عشان في البحر بس صاروا اقوى منه العن ام الشطح يا رجل مش كانهم شوية عندي رمات اسهم وخيالة رمات الماء مش كمان يمديني اهرب يا الي العبها دفاعية بموت العبها كذا 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 انا ما بيخسر الجيش اللي عندي خسرت الجيش اللي عندي يا رد الله طيب شو رايكم ولا بي بعد عشان وقت الفيديو صراحة العبها دفاعية نشوف جنرال ديفيت لوست 400 فك عيال الكلب في شيء عندهم مش كلم شوية 300 ضد 800 يا الان ام الشطحة يا شيخ عشان ما عندي جيش بحري مش كان مديهم يهربون الله يلعن جد من اللي منزلهم في البحر وش انا ما ادري وش اللي منزلهم في البحر Ugh!
الزبدة اخوانا المصريين معصبين علينا. انا تورط صراحة بعد خسر هذا الجيش، جيش ارض ما هم جيش بحر، هذه المشكلة. ما ادري ليش خسرتها بس شغبية كذا. لكن الجيش هذا يكفي بإذن الله، يمدينا ندعسهم بإذن الله. مع اني المفروض اروح هنا وادعس والد اللي خلفوهم عشان ما يطلعون جيوش جديدة. انا ليش ما اجي هنا؟ روح هنا وادعس اللي خلفهم يا اخي وخذ السيتي. ادعس والده. لا لا عن شكله فك. وش ذا يعني؟ تعادل. Waiting for more orders. ديم لا عن شكله الكلب. ايش في صديق تتكلم هذا؟ My lord. My lord بارك الله فيك يا السلوقي. بارك الله فيك يا السلوقي. ادعس والدي هذا وخلصنا. يا حبيبي ما تروح والله وراك وراه. لازم يكون عندي جيش ثابت مسلم. وانا طولته بس بطب على ليبيا وحريقه يا رجل مصر. الله تعبونا هذا اضيع عليه وقت. طبعا انا رجع هذا المصر. هذا خلاص حبيبنا حبيبنا الزلم. تعال يا باشا تعال 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 محتاجين مرتزق الصراحة صار ضروري ضروري عادي سنة. يلا سجل بدأ واكتب على القلب مجروح. ما بدي انا باخذ ذي وباخذ اللي وراه هناك. جاسوس تبعايا وينه؟ ابغى لنا تورن زيادة. العسكري اللي هنا وينه؟ ما عنديك يا الحبيب. هذا اخر مكان يمدي يجي بيه. هذا يمدي يجي هنا. اوه حرك امه الى هنا يا شيخ. خلي سعد يجي. خلاص انا باخذ ليبيا الحين. الجيش هذا وضع مزري. يلا يلا خليهم. انا بهجم عاد على مصر شوي بصمت. Ready for battle. How may I serve Persia?
الزبدة هذه تكمل أهل الحلقة السادسة يعني خلاص يعني بنحاول ناخذ ليبيا. الحلقة الخامسة كانت مدتها ساعة هذه نفس الشيء يعني نخليها ساعة كذا تكون ساعتين متتاليتين. طبعا ايجبت ما عندهم الكتيبة مش بسوي بخلي الجيش هذا ياخذهم يجلد ود ايوه بحر يا حبيبي وش وضعك انت يعني الا تنزل البحر يا اخي. اجلد امه يا ليل جبت يا ولد والله ما مخلي الوضع يمر بسلام. لا ادخلها اسرقها عندهم زيت. جبت هنا جيش الظاهر انه انسحب انا بهم ينزلوا هنا بدل جيوش جيش المزز هذا جيبه هنا هذا برجع هناك لانه مدمر الجيش هذا ضارب بخليه هنا الزبدة ما في هذا جيش هذا حكيم حكيم اي حكيم الجيش هذا ضارب بعد روما روما ما ادري عن روما خلنا نودي جاسوس اللي هناك لا الجاسوس هذه روما هذه انا بياخذها صح يا اخي مصر بيطفشون يا ولد والله العظيم الزبده بحرك الجيشين اللي هنا اللي هو هذا فل تشبيه بخلي هذا هنا وبحرك الجيشين هذه الى هنا باخذ المدن هذه اوكيشن لازم اخذ هذه وهذه اللي اذا اقوي الى هذه طبعا هذه عندها تجارة مرة وفي حصن يبي لها محاصرة تور طبعا هذه نفس الشيء شو لا مستحيل تكون القلعه الا والله عندها حصن هذي في حصن هذي تابع لدولي احس اني شطحت المرة ذي يا عيال ما تلاحظون الشي ذا والله اني شطحت شطحة بنت كلب يعني الموضوع ما فيه اللي بدل ما اخذ لي كم مدينة يعني صايرة كذا اخذت لي ولد 20 مدينة دخل عندي مرة زين صراحة المرتزقة اللي هنا شيل امهم وين المرتزقة الله لهم شيل ام المرتزقة ما عدنا في حاجاتهم هذا مرتزق بس اقوي يا المرتزق يا اخي يا ليل كذا حلو اقدر انزل لي حلقتين من الحلقه الرابعه طبعا قصيت الحلقه هذا فصلت الحلقه هذه عن هذا هذا ما يمدي خلاص ادري يا بعد شافدي انك ما تعرف تسوي ذا cannot sail there why my friend why الزبد انا ودي اخذ ذي اذا اخذ ذي بحس اني شاطح مرة يعني هذي تبع من طبعا بنتبه ذا المعرومة احنا هنيا بس بناخذ القلعة ذي وخلاص
الحين مدينا نلعن خامس سمو ناخذ القرية وكذا خلاص. طبعا بخلي جيشين هنا عشان سبحان الله احتياطا. للزبدة انهم ما بغي يستسلمون. الدخل عندي مرة ارتفع. لا تقولنا صار سفينة. We cannot sail there. صار سفينة للقواد الله يلعن شكله. The ship cannot go there. إيه خلك كده يا زق. تصير سفينة ويجينا كم غبي من هنا ويلعنون خامسنا. الزبدة ضالة. هذه تابعة الروما. انا اذا قضيت على روما خلاص يا باشا كذا ختمت ام اتينا. الزبدة خلاص كذا وصلنا نهاية الحلقة الثانية السادسة. اتمنى انها تعجبكم الحلقة السابعة. احتمال كبير احتمال كبير ما ادري. الحلقة السابعة بخلص روما وبحاول اني افتك من شرها وهو عن طريق اني ادخل هنا في المدن هذه. حط لي جيوش هنا طبعا هذولا حلفاء لنا فبحاول من صالح الصراحة. طبعا الفيديو خلني اشوف My friend, you honor this place with your arrival. I, your humble... My master extends the most magnificent welcome to... Ready for battle. How may I serve Persia? At once. Journey completed. Attacking long-standing allies will have an effect on how the other factions view your own. They will be cautious when dealing with you in future. Awaiting Persia's bidding, my lord. Ready for orders. I want hourly patrols. Ready for battle.
Ready for orders. Ready for battle. At your command. Our Lord needs good fighters. زبد انا بظبط المدينه دي لها استراتيجيه، هذه ما راح يكون، راح اخلي الجيوش فيها على طول. يلا يا شباب نشوفكم الحلقات الجايه، في امان الله.